مساء الفل على الكل. النهاردة هنقول ترنيمة بتقول كل فرحة للنفس في الأول. الترنيمة دي غالية على قلبي قوي كلماتها، لأنه فعلا الدنيا حوالينا متلخبطة جامد، ومفيش فرح ومفيش سلام ومفيش هدوء للنفس وللروح إلا في حضرة يسوع، إلا عند الرب، لأن ما فيش حاجة في المستقبل مضمونة، هو الضامن الوحيد. كل فرحة للنفس، كل بسمة في القلب نابعها، وجودي قربك حبي لك. أشكرك من أجل كل ما صنعت. يمكن من أصعب الأوقات إن الواحد يشكر فيها لما الدنيا تبقى مقلوبة. فخلي الترنيمة دي تبقى صلاة من جواك، تفكرك إنه حتى لما الدنيا تبقى متلخبطة، إن أنت عينيك وقلبك يبقوا مركزين على الحاجات الجميلة اللي الرب عملها في حياتك، مش إنكاراً إن الدنيا صعبة، مش إنكاراً إن الوضع متعب، لكن definitely ده يديك نوع من التركيز على قد ايه الرب فعلا بيعمل، حتى واحنا مش بنبص، حتى واحنا مش شايفين بيعمل من ورا الكواليس والخيرنا. فكر كده في كم حاجة الرب عملها في حياتك، لولا ما كانتش الدنيا هتظبط. هو حاجات كتير طبعا، بس فكر في كم حاجة واحنا بنرنم في الترنيمة دي. إن شدوى المناكب.
ازاي يا ربي حنانك يسع كل البشرية واي حد بيجي لك ترفعه من العبودية. لو حاسس ان الموضوع متزنق عليك شوية اليومين دول، او حاسس ان الخطية جواك كبرت، بعدك عن الرب كبر وطول، اتذكر انه دايما باب ربنا مفتوح ليك، مهما كان في خطية، مهما كان في اي حاجة، لكن يبقى في توبة حقيقية من جواك ان انت تتحول وترجع لربنا. مرات كتير الموضوع ده بيبقى صعب، بس الرب بيشوف القلب، مش شايف بس ان انا بعمل حاجة من برة، الناس تشوف اللي من برة، بس الرب يشوف القلب ويشوف الصدق اللي في قلبك من جوه. ازاي يا ربي حنانك يسع كل البشرية فيه رغم كل الظروف اللي بتحصل حوالينا. امين.